اسمعوها معايا. مع بعض بنتعلم ونصحح معلومة، من حكاياتنا بنفهم حاجات مش مفهومة. كل يوم حكاية وبسمة وضحكاية، حالا يا حبايبي هتسمعوها معايا. مع بعض تحبي تفطري ايه؟ عايزه سندوتش وبيضه مسلوقه مع جبنه وجنبها كوبايه لبن يا ماما بعد اذنك. من عيني يا مريومه، انتي شاطره خالص يا حبيبه ماما. وانتي هتفطري ايه يا ماما؟ لا مش قادره اكل حاجه، سناني وجعاني طول الليل. اوعي يا ماما تكوني بطلتي تغسلي سنانك. لا طبعا ما اقدرش، انا قلتلك اللي مش بيغسل سنانه الصبح او بالليل جنيه السنان بتيجي تاخد سنانه. طب ايه مالها سنانك؟ مش عارفة، هنروح لدكتور بقى يشوف فيها ايه. طب ممكن يا ماما تخليني انادي ميمة جنية السنان تشوفها وتطمنا لحد ما نروح للدكتور؟ ياه قوي قوي، يلا روحي هاتي ادوات الدكتور بتاعتك. ميمة ميمة جنية السنان، قولي الحقيقة وخلي الصح يبان. ازيك يا مريم، عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله، بس مامتي اللي مش كويسة سنانها بتوجعها من بالليل. طب يلا هاتي أدواتك وتعالي معايا هقولك نعمل ايه. افتحي بقك كده يا ماما. ده التهاب في اللثة يا مريم، لازم تروح لدكتور محمد يكشف عليها. عندك التهاب يا ماما في اللثة ولازم دكتور محمد يكشف عليكي. ماشي يا دكتورة مريم، ما أنا حجزت معاد النهاردة. ما تخليهاش تقلق، دي حاجة بسيطة جدا. ميمة جنية السنان بتقولك يا ماما متقلقيش ودي حاجة بسيطة الحمد لله. جنية شطرة يا ميمة، انت يا عسل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازيك يا مريومة؟ أنا كويسة يا دكتور شكرا، بس مامي تعبانة جدا وميمة بتقول إنها عندها التهاب في اللثة. ميمة دي جنية شاطرة جدا، عرفتها لوحدها، برافو. التهاب لثة؟ أيوة للأسف، ممكن تكوني بتستخدمي فرشة ناشفة على أسنانك أو مش بتغيري نوع المعجون كل شوية. إيه السر يا دكتور في تغيير نوع المعجون؟ كل نوع معجون بيبقى فيه مضاد حيوي بيقتل الجراثيم المسببة للتسوس في البق، مختلف عن أي معجون تاني، فلما بنستخدم نوع واحد كتير الجراثيم بتتعود عليه ومش هيجيب نتيجة بعد كده، ويبقى ولا كأننا غسلنا أسناننا. هيدينا مجرد الانتعاش بس مش هنستفاد بيه في قتل الجراثيم اللي في البق. معلومة جديدة يا دكتور، ما كنتش أعرفها. كده نغير نوع المعجون كل شهر؟ مش لازم كل شهر، كل ما يخلص عادي، بس المهم ما نكررش نوع مرتين ورا بعض. تمام، شكرا يا دكتور قوي. شكرا ليك يا دكتور، وميمة كمان بتشكرك.